حقيقة قبل ما أتكلم عن المسابقة والشعر، استوقفني أولا أمس، أو نقول غزة أولا، سمعت مقطع فيديو للشاعر سميح القاسم بقصيدة طويلة وكأنما يلقيها اليوم، وهذا النص حقيقة دائما نقول النص الأدبي يبقى حي لن يموت، ونص يحرك المشاعر، يحرك السكون، يحرك كل شيء. فاسمحوا لي أقرأ منه مقطع وليس طويلا. تقدموا تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم، أقصد بها العدو. تقدموا، يموت من الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا تقدموا، وهددوا وشردوا وهدموا، طريقكم وراءكم، وغدكم وراءكم، وبحركم وراءكم، وبركم وراءكم، ولم يزل أمامنا طريقنا، وغدنا وبرنا وبحرنا وخيرنا. حقيقة نعود إلى المسابقة وللشعراء الشباب، وأبارك مرة ثانية لكل الفائزين ولكل المشاركين، لأن يعني الكل فاز. هناك سؤال دائما يتردد يسأل به الكتاب والأدباء، كيف المشهد العراقي، المشهد الثقافي العراقي؟ وهذا السؤال أيضا سئلت قبل أسبوعين في المتنبي. حقيقة مشهد رائع، رغم المطبوعات والازدحام من الكتاب والشعراء والأدباء، رغم الطبع الجيد وغير الطبع الجيد، لكن المشهد جيد، والدليل ما نسمعه اليوم. أنا طلعت على نصوص الثلاث للأخوة الفائزين، تجد به شيء يبهر حقيقة بهذا العمر وبهذا السن من الشباب يكتب بهذه اللغة، لغة سليمة، لغة خالية من الحشو والإطالة، لغة دقيقة، اختيار الألفاظ أيضا، الكلمات، ربما هناك كلمات تعطي نفس المعنى لكن ليس كل كلمة تعطي نفس القوة. أيضا لاحظت في النصوصهم هذه مركزين، يعني خالية من الأخطاء، من كل شيء، عندهم عنصر التشويق وهذا مهم، يعني عندنا لاحظ في نصوصهم أن عنصر التشويق الذي يجعل القارئ يبقى ويقرأ نص أو أكثر من نص للشعر، إضافة إلى صور جميلة وذات مغزى وهدف. يعني النص يكتب من أجل شيء، يكتب من أجل أو يعتبر كرسالة. إضافة إلى الصور البلاغية، تجد هناك التكرار، تجد هناك التشبيه، تجد هناك، طبعا الشاهد ما كتبتها لأنه اختصار الوقت، فتجد هناك التشبيه والتكرار والاستعارة والمجاز، يعني بل مستوى، والشباب هذا لا نقلل منهم ولكن جيد، يعني بالعمر هذا ويمتلك كل هذه القدرة للكتابة، ويمتلك الأفكار، يعني يمتلك الأفكار، هذه أفكار مرات ما تمر، يعني مرات أنا شفت أفكار يكتبها، مثلا جيوبي كانت مثقوبة بنحيب العجائز على أبنائهن، يعني صورة حلوة، يعني الجنود الذين تركوا رسائلهم للحبيبات وهم مثقوبو الرأس، وكثير من هذه الصور، حقيقة صور جيدة، نص تشعر به متكامل، نص جميل. لاحظت أيضا نقدر نقول الشاعر داود متأثر بال، خلينا نقول الجو الريفي، لاحظت في نصوصه يذكر الأشجار، العصافير، الحصاد، هذا شيء طبيعي عندما يتأثر إنسان أو يتأثر بجانب الدين. أيضا لاحظ هناك البرزخ والزواج آخر. المهم لا أطيل عليكم، نصوص جيدة وشعراء تبشر بخير، ونتمنى لهم إن شاء الله المزيد من الكتابات، وأشكركم جميعا. شكرا جزيلا أستاذ طالب، شكرا.